حول الموضوع من الرياض ينضم لنا السيد سلمان القباع الإعلامي والكاتب الاجتماعي. سيد سلمان مساء الخير، أهلا بك معنا. كما تابعنا في الخبر، فرنسا تقيد الأطفال في شبكات التواصل في فيسبوك مثلا ما يتطلب موافقة الأباء مسبقا للولوج للإنترنت. مشروع هذا القانون في حال تم إقراره إلى أي مدى سيحمي الأطفال؟ إلى أي مدى سيلبي كل النداءات التي كنا نسمعها ونسمعها إلى حد الآن من وجوب وضع رقابة للأطفال لحمايتهم من مخاطر الإنترنت؟ أهلا وسهلا أختي الكريمة، حياك الله، أشكركم على الاستضافة. وهذه خطوة كويسة يعني وإيجابية من حد الأطفال، يعني خاصة اللي تحت، حسب ما فهمت اللي تحت 16 سنة. وهذا السن يعني يشكل خطورة يعني للفكر وما الفكر والتطلعات والتعايش اللي يعيشها الطفل في ظل وسائل التواصل الاجتماعي. فهي يعني بالعكس خطوة يعني راح تقيد الأطفال. نعم. حيث أنه يعني عن طريق ولاية الأمور. وتعرفون الحين. طيب ماذا حاجتنا في الدول العربية لتعميم مثل هذه الخطوة أو إقرار أو طرح مثل هذا القانون كمشروع قانون يتم إقراره؟ يعني بالنظر إلى تأثر شبابنا بالإنترنت، المراهقين خاصة والأطفال دون سن 16 في دولنا العربية، لو عمم هذا الموضوع. أتمنى والله، بحكم الآن حسب ما تفضلت في تقريركم أنه أكثر من مليارين مستخدم وسائل التواصل، فالمنطقة العربية يعني يشكلون تقريبا 20-30% من مستخدمين الإنترنت، ومنشأ الفكر الضال والإرهابي كله عن مشكلة للأسف أنها طيب المحيط العربي. نعم. يعني أن الدول العربية تفعل القرار هذا وتكون في تعاون مع الاتحاد الأوروبي. طيب إلى جانب القوانين، يعني المسؤولية المجتمعية، مسؤولية أولياء الأمور في الرقابة على الأطفال خاصة، نعلم بأن الإنترنت أصبح في يد كل الأطفال من عمر السنة إلى ما فوق. كيف نعزز ذلك؟ نعزز الوعي بضرورة رقابة الأطفال، ضرورة عدم ترك الطفل مع الجهاز اللوحي أو مع الهاتف الذكي لوحده؟ هو طبعا هذا الوعي يكون من قبل الوالدين، قبل كل حاجة، يعني الوالد والوالدة يعني يكونون برقابة دائمة على الطفل بحكم أنه متناول الجهاز بين يديه. الآن نلاحظ من 6 سنوات 7 سنوات إلى 12-15 سنة يكون مع الجهاز، يكون منعزل مكان معين في البيت والحاجة، ويتداول الجهاز 3-4 ساعات يوميا ولا نعلم وش يسوي. قد يكون يلعب يقول إن مثلا أحد الأطفال الجيم والحاجة، هو بالعكس هناك من يستغل عقول الأطفال. صحيح. فالرقابة، طيب أنا أقصد هنا كيف نزيد من وعي هذا الوعي في المجتمع، وعي الرقابة في المجتمع. نعم. نعلم بأنه أولياء الأمور هم المسؤولون بالصفة الأولى أو بالدرجة الأولى ربما، أو حتى الأم، لأن هي على احتكاك مستمر ومباشر مع الطفل. كيف نعزز هذا الوعي أكثر؟ من خلال ماذا؟ من خلال نقاط محددة؟ هل من خلال مثلا زيادة الوعي في المدارس، في الإعلام، ماذا برأيك؟ أنا أتوقع يعني فيه فراغ متواجد بين الوالدين والأطفال، الجلسة يعني أتوقع يعني نادر نحصل أباء جالسين مع أطفالهم لمدة ساعة أو ساعتين في اليوم بدون جهاز. نعم نعم نعم، شكرا لك، أشكرك على هذه المداخلة سيد سلمان القباع الإعلامي والكاتب الاجتماعي، كنت معي عبر الهاتف من الرياض، أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا.